اهلا بيكم، يا رب تكون بخير دايما. في سؤال جالي وحبيت اللي انا اناقشه معاكم ونعرف الارقام اللي احنا هنتكلم فيها هل هي ارقام واقعية ولا لا، وهنتكلم على مستوى عالي من المعيشة. خلاص، ده طبعا حد من ايا هيكون بقى من دول الخليج عموما، اللي هي في فرق كبير ما بين العملة في مصر والعملة هنا. لو هو عاوز يعيش في مصر بعد ما يطلع معاش، هو الفكرة جت في دماغه كده، هو حابب ان هو يكمل حياته هناك خلاص لأي سبب من الأسباب. فهو بيقول ان المرتب كام اللي يكفي ان هو يعيش في مصر في مستوى كويس جدا. تعال بقى نتكلم كده بأرقام كبيرة وأرقام موجودة في مصر تقدر انت تتعايش بيها وتعيش في مستوى كويس. اول حاجة موضوع السكن. انت دلوقتي مش هنتكلم في شراء شقة ولا حاجة، ولكن احنا هنتكلم في ان انت هتستأجر في البداية على الاقل سنة لحد ما تفهم الدنيا، تشوف الوضع مناسب ليك ولا لا. اول شيء هنقول ان انت هتاخد شقة من 15 لـ20 ألف جنيه في الشهر، من 15 ألف لـ20 ألف جنيه. واحفظ الفيديو او سجل الارقام دي عندك. قول يا عم 20 ألف جنيه، تمام؟ 20 ألف جنيه هنحسب على الريال السعودي. خلاص، الريال السعودي عامل 13 جنيه، او بالدولار هنقول مثلا 1 ريال عامل 3.75، 1 دولار عامل 3.75 ريال سعودي، ماشي؟ فهنقول 20 ألف، احسب على الدولار وخلاص على 48 جنيه، فبنتكلم في 416 دولار، اضربهم في 4 أو 3.75، هيدي لك 1562 ريال. ده في انضف مكان في مصر طبعا، مش ايجار فيلا، احنا هنتكلم في شقة كبيرة، شقة كويسة، ممكن تلاقي في الرحاب، في التجمع، في الشروق، في مدينتي، في اي كومباوند نضيف. الارقام يعني مفترض ما تزيدش عن الرقم ده، لو زاد بيبقى يعني حاجة يعني سبيشال بزيادة قوية، ماشي؟ فبنتكلم في 1500 ريال، ده بسم الله الرحمن الرحيم الايجار. ده شامل كهرباء ومية وغاز ونت؟ لا، في مصر ما فيش القصة دي، مش زي هنا. انت عندك الكهرباء والنت والمية والبتاع، الكلام ده كله طبقا لاستخدامك واستهلاكك. طبعا انت هيكون في عندك تكييفات واستهلاك في مش عارف الثلاجه والمكوه والغساله واللي مش عارف ايه، الكلام ده كله هتعمل حسابك كده لن يقل عن 2000 جنيه الى 3000 جنيه حسب النت. يعني هنقول انت هتعمل باقه، الباقه دلوقتي مش اقل من يعني 200 300 جنيه، طبعا وبتزيد معاك لحد 1000 جنيه لو انت عاوز. الكهرباء غاليه، المايه غاليه، الغاز برضو هنفترض يا اما توصيلة غاز او على موضوع الانابيب وكده، يا عم بزيادة قوي هوت من 1500 ل 2000 جنيه. 2000 جنيه دول على 48 هيعملوا لك كام؟ ما يعملوا لك 42 دولار. خلاص، طبعا يا جماعة انا مش بصدد هنا ان انا اقول لك الامور في مصر عاملة، الامور في مصر الحمد لله مستقرة والدنيا كويسة، الدنيا امان، الطرق كويسة، الحاجات دي كلها الحمد لله الحمد لله في تغيير كبير فيها. المشكلة كلها في موضوع العملة والأسعار اللي موجودة، اللي أو كوضع اقتصادي يعني صعب شوية. نتمنى إن الأمور إن شاء الله الفترة اللي جاية تتحسن وتبقى أفضل من كده بكتير. خلاص؟ طيب، طبعا سعر الدولار ده في البنك دلوقتي مفيش سوق سودة، أو يعني بنسبة 99% مفيش، لأن السعر في البنك اصبح يعادل السوق السوداء. فانت مش انت بتروح تفك فلوس من اي صرافه او بتروح تفك من البنك، مفيش اي مشكله. ازاي انت مثلا هتحول بقى فلوس هناك وكده؟ في كذا طريقه، يا اما حساب بالدولار موجود هناك، يا اما عن طريق ويسترن يونيون، يا اما عن طريق ماني جرام. في 500 طريقه دلوقتي التحويلات على الحسابات البنكيه. لو من السعوديه بياخد على الرقم اللي انت بتحوله حوالي 17 او 18 ريال، ماشي؟ يعني دلوقتي عايز احول 1000 ريال على حساب بنكي في مصر، مش شرط دولار في مصر، عادي بنك بالجنيه المصري مفيش مشكله، هو بيتحول في البنك بالسعر اللي موجود وقتها. خلاص، يعني السعر دلوقتي يعادل السوق السوداء، سواء ريال سعودي ب 13
او 1 دولار ب 48 جنيه، او ريال سعودي 1 دولار بيساوي 3.75 ريال سعودي. خلاص انا بديك كل الارقام دي عشان تبقى انت مجمع، شوف العملة بتاعتك بتساوي كام دولار واعملها كده ايه معادلة بسيطة. لو عملتك بالواحد دولار فيها مثلا ب 48 جنيه، طب لو انا يبقى كده ريال كام، حسبة رياضية كده بسيطة خالص يعني. خلاص طبعا انت عندك الكالكوليتر اصلا فيه تحويلات العملة. طيب احنا كده ايه وصلنا موضوع السكن واكل والشرب والقصة دي. طيب المواصلات والكلام ده، انت هنفترض ان انت هناك هيبقى قدامك اتنين اوبشن، يا اما انت بتستخدم مثلا برامج التوصيل زي اوبر كريم اندرايفر، دول اشهر ثلاثة هتقابلهم هناك، او ان انت هتبقى مستأجر لسيارة هناك وبتمشي بيها، دي ممكن تعمل رخصة دولية وتقدر تمشي بيها هناك، او لو انت بقى خدت سكة الاقامة. بس انا بتكلم في البدايات، انت برضو لسه عايز انت تشوف الدنيا فيها ايه، مش في يوم وليله انا ماشي رايح مصر وخلاص. ف لا، انت لما بتبقى مقيم بقى ساعتها بتقدر تقدم على رخصه، تشوف وظيفه بتاع، على حسب المجالات بتاعتك او حسب المشاريع او حسب انت عاوز تعمل ايه هناك يعني. طيب نيجي بقى بعد كده بنخش في المصاريف اليوميه، هناكل ونشرب بكام. المصاريف اليوميه الدنيا بقت غالية جدا دلوقتي برضو، تأكيدا على الكلام بتاعي. الاول كنت ممكن هنفترض ان انت طبعا اسرة، راجل وزوجتك ومعاك بنتين ولدين، ولد وبنت، معاك اتنين تلاتة ماكسيمم مثلا، تمام، وعايز تعيش فيه اللي هو في مستوى كويس. انت في اليوم هتعمل حسابك كده مثلا من 200 ل 300 جنيه في اليوم، لان انتوا طبعا مش كل يوم هتجيبوا اكل من بره يعني. هنفترض ان انت الزوجة موجودة فبتطبخ في البيت، او لو انت بقى هتجيب مثلا شغاله ولا حاجه، شغاله دلوقتي برضو ممكن تلاقي بتاخد بالدولار اصلا يعني، مش اقل من 200 300 دولار، وفي ناس بتاخد ارقام اكبر، او في ناس بتاخد بالمصري زي ده تساعد واحده في امينه في البيت. الكلام ده دي قصه تانية، دي انتوا دماغتكم بقى يعني، بتعمل حسابك من 5 ل 10000 جنيه احيانا بتوصل الارقام دي، ماشي. وما تستغربوش انا مش فاهم ليه الاسعار دي بقى، اعتقد عشان العمله بس يعني ايه بتبقى في رينج. انا لما ابقى حد مبسوط قوي والدنيا حلوه معايا الارقام دي اصلا بالنسبه لي اي كلام يعني، ماشي. طيب ف بنيجي احنا بقى ال 300 دي، احنا بنتكلم كده في 9000، قول يا عم 10000 جنيه، قول 10000 جنيه دول عاملين كام ريال على 13، تتكلم في 769 ريال. طبعا لو انت عايش في السعوديه هنا، طبعا الواحد يقول لي انا هروح هناك ليه وبتاع، احنا قلنا لاي سبب من الاسباب، ولكن حتى لما تيجي بتحول العمله بتلاقيك برضو بتصرف اقل من هنا يعني بكتير جدا. 10000 جنيه دول هتاكل بيهم هناك احسن اكل والدنيا تبقى حلوه معاك، تمام. طبعا في ناس بقى عايزه تصرف 20000، اصرف يعني 20000، حتى دول هيكون عاملين كام يعني على 13، دول 1500 ريال. فطبعا انت حسب هنقول المبلغ المتبقي ليك، او اللي هو المبلغ الاعاشه اللي انت بتاخده هيكون كام يعني. مثلا واحد هنفترض ان هو بياخد 5000 ريال 10000 ريال، فبقاله في الشغل بتاعه 20 سنه ورايح بقى يستقر، هتلاقيهم بياخد على اخر رقم، اخر رقم ده ممكن اصلا يعدي ال 10000 ريال اصلا، 12000 15000، ممكن ناس بتاخد اكتر واكتر واكتر، ده غير مكافاه نهايه الخدمه، احنا كلنا عارفين القصه دي يعني. فاحنا بنتكلم اللي هو شخص ممكن دخله اصلا 10000 ريال، 10000 ريال دول اصلا في مصر في 13 تتكلم في 130000 جنيه. في 130000 جنيه، فانت هتعيش اللي هو في مستوى يعني فوق الممتاز، ما تقلقش من اي حاجه، هتصرف براحتك وتخرج وتعمل. زائد كمان لو انت عندك اولادك حتى في المدارس، او حتى لو اولاد لسه صغيرين تخش في الحضانه او المدارس كليات، الكلام ده كله انت لو في مدارس، طبعا لو هنتكلم في مستوى انترناشونال او ناشونال او كده، المدارس الخاصه دايما هي مصاريفها غاليه دلوقتي، مش هكذب عليكم، ولكن اللي هو مثلا في السنه بكام يعني؟ يعني انت لو بتدخل حد كليه وهتدخله كليه من الموجوده هناك ب 100000 جنيه في السنه، 200000 جنيه، 300000 جنيه، فانت اوريدي اصلا انت محوش مبلغ كبير عندك، وتقدر ان انت يعني اكيد واحد مش لسه شغال اول امبارح عشان يجي يدخل حد ب 100000 جنيه. لا، 100000 جنيه دي او ال 130000 جنيه دول انا بتكلم في 10000 ريال، يعني هو مرتب شهر من الشهور اللي هو شغال. فالموضوع عادي، مش ازاي، لا عادي خالص، في حاجات بتوصل 200 300 400 الف جنيه،
ولو هيدخل جامعة أمريكية ولا بتاع يدفع بالدولار وبرضه هيقدر يدرس. ناس كتيرة بتبعت ناس مصر يدرسوا في الجامعات يعني، ماشي. دراسة في مصر برضو بالنسبة للناس اللي هي هنا برضو بتختلف كتير عن دول كتيرة جدا. فبرضو يعني الحمد لله نعم التعليم عندنا يعني برضو كمستوى عالمي، يعني في حاجات كتيرة مش محتاجين نتكلم في النقطة دي، ولكن الجامعات دي موجودة الخاصة لأي سبب من الأسباب إنه عايز يدخل ابنه جامعة خاصة في مصر خلاص. والطلب طبعا على الناس اللي متخرجة من جامعات مصرية لا عليه طلب كبير، ده أصلا اللي بيخلي الناس كتيرة جدا من مصر يبقى ليها مستقبل بره وبتسافر بسبب الوضع الاقتصادي. لكن انت حد قاعد في مصر وعايش في مصر لا، الامور الحمد لله مستقره، مصاريف طبعا يعني حكيت لك انا كل ده، احنا حكينا مثلا ادي 40 50 الف جنيه مثلا، 50 الف جنيه دول يعملوا كام على 13؟ تتكلم في 3800 ريال، 3800 ريال دول عاملين كام دولار على 3.75؟ دول عاملين 1025 دولار. فبالتالي انت تقدر ال 1000 دولار او هنقول 50 الف جنيه دول يعيشوك فوق الممتاز في مصر. طبعا اللي بيتابعني من مصر الرقم ده عشان توصل له في مصر اللي هو 50 الف جنيه دي انت محتاج وقت طويل جدا جدا، محتاج ان انت تبقى كونستراكشن مانجر فشيخ يعني، محتاج تبقى مدير مشروع كذا مشروع معاك تيم كبير، شركة كبيرة بديك اللونس بديك مكافآت بديك بونص القصة دي كلها. ولقيت بص يعني لا انت محتاج وقت كبير جدا جدا. فال 3800 دي عشان الناس برضو اللي بتبعت احيانا تسال، لو حد مهندس جاله مثلا 5000 ريال ولا حاجه توكل على الله حسب طبعا الظروف والعقود اللي احنا كنا اتكلمنا فيها ويبدا، وبعدها ربنا بيسهل لك الحال والدنيا والامور بتكون افضل. ده كده دي مجمل بقى. عايز بقى تخش انت في تامينات طبيه هتضيف مبلغ كده يعني 1000 ل 2000 جنيه. تأمينات اجتماعية برضو لو انت عايز تشترك، بس دي طبعا بعدين يعني، دي قصة تأمينات في شغل ومعاك عقد عمل وبتاع مش عارف ايه وقصة طويلة. الغالبا اللي بيروح هناك مش محتاج الموضوع ده قوي يعني، لانه خلاص هو بيبقى عدى الوقت يعني، ماشي. بس ده طبعا مبالغ والحسبة اللي احنا بنحسبها دي. لو حد طبعا من بلد تانية وعنده خبرة كبيرة قوي وشايف ان هم محتاجينه هناك، بس دي طبعا يعني عشان تسالني بيه الحاجه اللي في مصر الناس ممكن تحتاجهم بقى، لا في موجود، بس دي طبعا محتاجه يعني الموضوع يبقى سبيسيفايد شويه ان انا دي الوظيفه دي مش موجوده اللي هنا ده يعني فرضا يعني في الخيال يعني. خلاص تنوروا مصر وابعتوا لي عندك اي سؤال. ومصر جميله والله، جميله جدا. احنا يعني انا بره اهوت مشتاق شويه، ولكن الظروف الاقتصاديه كلنا يعني بنسال الله ان الامور تبقى احسن في كل الدول في الخليج وبره في اي مكان. وعندك اي سؤال ابعتوا لي تحت في الكومنتات وارد عليكم. ربنا يوفقكم، ورقمي موجود لو حد عايز يتواصل معايا شخصيا. سلام.